شباب. لشباب سوريا، ما منهتم بطرح القضية وبس، لأنه كلنا شباب. لازم نتناقش ولازم نتحاور، نتفق ونختلف، أحياناً منصل لنتيجة وأحياناً بيبقى الحل معلق، لأنه كلنا شباب. الأهم نآمن إنه دائماً في وجهة نظر تانية. آمن دائماً في وجهة نظر تانية. يسعد اوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من شباب سوريا بتطلع عليكم لليوم. برنامج شباب سوريا لضيوفنا الجداد او اللي عم يتابعونا عن جديد، طبعا برنامج بينبث على هوا وطن اف ام كل يوم تنين وخميس، او هو كل يوم تنين وخميس وسبت الساعة 2:05 بتكون إعاداته على هوا وطن اف ام على تردد 90.3. كمان بتقدروا تسمعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الفيسبوك واليوتيوب وإنستغرام، وأيضا عبر التردد 90.3 بحلب وريفة. فاصل صغير وبنرجع لنرحب بضيفتنا لليوم وبنطرح موضوعنا. موضوع حلقتنا لليوم هو عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اهتمامات الشباب والاستخدام الخاطئ من قبل الشباب للسوشيال ميديا إجمالا، يعني خاصة مع الميزات الجديدة اللي عم تحملها السوشيال ميديا. الأخصائية التربوية الدكتورة عبير حسين رح تكون ضيفتنا لليوم. يسعد أوقاتك دكتورة، مساء الخير. يسعد أوقاتكم، تحياتي جميعا. دكتور ان شاء الله بخير. تمام الحمد لله، داعي لك بالسلامه. دكتوره اجمالا، كيف بتشوفي تاثير السوشيال ميديا على الشباب بشكل عام؟ اخذ منحى ايجابي ولا سلبي برايك؟ والله بصراحه اذا بدنا نحكي نحن عن تاثير مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن ان نذكر تاثيراتها الايجابيه. وهذا الشيء ظهر يمكن اذا نكون منصفين شوي، حيال مواقع التواصل الاجتماعي كان له دور رائع جدا، وخلينا نقول الدور الأكبر فيما نسميه بثورات الربيع العربي. القدرة على التواصل مع الآخرين بشيء من الحرية، والقدرة على إيصال الأفكار، والقدرة على التواصل الإيجابي والفعال، بحيث أنه نقدر أنه نجمع مجموعة من الأشخاص على وجهة نظر معينة، على فكرة معينة، على أهداف معينة، كان بصراحة هو خلينا نقول الداعم الأكبر للانتفاضات اللي صارت في أغلب الوطن العربي. فهذا فينا نقول أنه أحد الآثار الإيجابية الواضحة جدا علينا كنحن كواقع عربي. فهذا خلينا نقول نعم لا، وإنما بس بتقولي إنه التأثير على الاهتمامات إذا بدنا نحدد هو كان سلبي؟ يعني في ناس كانوا يهتموا بالرياضة انتقلوا لاهتمامات تانية، يعني يهتموا بالرياضة بس مو لأجل الرياضة، لأجل تصوير مقاطع فيديو ينشروه على وسائل التواصل مثلا. تمام. هلأ أنا كنت عم أحكي عن التأثيرات الإيجابية، أما عن التأثيرات السلبية فصدقني يمكن هيدي إذا بدنا نحكي عنها فهي أكثر بكتير من التأثيرات الإيجابية للأسف. يعني مثل ما حكيت أنت، كتير صار في تحول بالاهتمامات، بالهوايات، حتى بالأنشطة، بالأنشطة الاجتماعية والأنشطة الثقافية صار في تحول رهيب بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. يعني لما بيكون تقريبا يعني أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يعني يتواصلون يوميا على الفيسبوك أو يتعاطون التعامل مع الفيسبوك ومع تويتر، يعني بيتركوا كثير من الأنشطة والهوايات اللي كانوا بيمارسوها. فهذا طبيعي يعني يكون من التأثيرات السلبية جدا على خلينا نقول الحياة الشخصية وأيضا الاجتماعية. يعني في تداعيات شخصية وتداعيات اجتماعية، مثل ما حكيت أنه من تحول الاهتمامات خلينا نقول يمكن ب 180 درجة عما كانت سابقا قبل هذا الانتشار الهائل لهي المواقع. طب بتدافع عن الشباب ولو بدك تسمحي لي دكتورة، يعني في كتير شغلات ممكن ساهم السوشيال ميديا بترويجها ونشرها أكثر، يعني حتى الاهتمامات، يعني الشخص اللي بده يوصل موهبته، يعني ولو بدي أخذ حيز من القنوات، القنوات التلفزيونية هي عم تأخذ هلأ نسبة كبيرة أن هن أبطال سوشيال ميديا وعم تعملهم أبطال إعلام مثلا، يعني فهي تعتبريها شغلة إيجابية ولو سلبية؟ هلا يعني لما بده يكون في توظيف صحيح، خلينا نقول لموهبه او لانشطه معينه ايجابيه تنشر الثقافه، تنشر وعي، فلا باس. يعني هيدي احد الاستخدامات الايجابيه
استاذ اغيد لهذه المواقع. هلا الاستخدامات الايجابيه ما فينا ننكرها نهائيا، هلا هي موجوده صحيح، يعني موجوده ويمكن التعاطي معها بايجابيه، ويمكن ان تسهم في نقل نوعيه بحياه اشخاص، بحياه احيانا مجتمعات، هذا الشيء لا يمكن ان ننكره. ولكن يعني اذا بدنا نحكي انه يعني هي يعني هي خلينا نقول تاثيراتها السلبيه والايجابيه تقريبا يعني تقريبا متوازيه، في شيء بيتغير على شيء. عند الاستخدام الصحيح لها، عند الاستخدام الصحيح لها صحيح هي تصبح رديف للقنوات التلفزيونية، ويمكن بالفعل أن تصنع نجوم. وهذا الشيء لاحظناه. ولكن للأسف يعني أحيانا تصنع نجوم من الناحية الإيجابية ومن الناحية السلبية، هذا هو الأصل يعني بكلامي. نعم، هو حتى لو بدنا نركز على النواحي السلبية، وإنما دائما الناحية السلبية تركيزنا لها هو بهدف التصحيح وليس بهدف فقط أنه نحن ما منريد غير أنه نحكي عن الشغلات السلبية بالمجتمع. هلأ في جانب إذا من الناحية النفسية والتربوية إذا بدنا نحكي عنها دكتورة، هو موضوع تسخيف الجيل أو عرض الجيل الشباب نفسه بطريقة سطحية أكثر، قد ايه كان في له تأثير على هذا الجانب برأيك؟ تماما، هذا اللي بدي أنا ركز عليه أستاذ أغياد، أحييك على هيدي المسألة. أنه بقدر ما أنه هيدي المواقع لعبت دور إيجابي خلينا نقول بنشر الوعي، بنشر المعرفة، بتخاطب ثقافي جيد ما بين الحضارات والمجتمعات، بقدر ما كان له تأثير سلبي جدا خلينا نقول بالأفكار وبالأنشطة وبالهوايات وبالمعتقدات، وحتى يعني ساهمت بشكل كبير للأسف بوجود ظواهر سلبية جدا عند الشباب، يعني ما كانت موجودة قبل هذا الانتشار الواسع لهيدي المواقع. فهذا للأسف ساهم خلينا نقول مو فقط تسخيف يا أستاذ أغياد، إلى حد ما خلينا نقول تدني نسبة الاهتمامات. إذا كان في إذا نعمل مثل خط بياني للاهتمامات وعمقها وقوتها وإيجابيتها، فهيدي المواقع للأسف ساهمت إلى تدني نسبة الاهتمامات الصحيحة ثقافيا واجتماعيا وخلينا نقول من كل الجوانب. يعني حولت اهتمامات الشباب للأسف من النواحي الإيجابية إلى النواحي السلبية. يعني لما بتشوف أنت ظاهرة الشباب اللي بيرقصوا بشكل مو متعارف عليه، ظاهرة اللباس اللي مو متعارف عليه في مجتمعاتنا على الأقل خلينا نقول بمعتقداتنا نحن بعاداتنا بتقاليدنا. نعم. للأسف في متابعين لهدول، في متابعين. طيب. وفي مين عم يتقمص وفي مين عم يقلد. نعم، رح أرجع لك على هاي النقطة دكتورة، وإنما يبدو معنا اتصال. منقول ألو. ألو. ألو، مساء الخير، يا هلا، نتعرف عليك ومن وين عم تحاكينا؟ معكم محمد القاسم من كفران بسوريا. يا أهلا وسهلا محمد. محمد، تابعت الحلقة أنه نحن عم نحكي على السوشيال ميديا وتأثيرها على الشباب، شو رأيك بالموضوع؟ صراحة الموضوع صار بالآونة الأخيرة يعني موضوع كتير خطير، وصار لازم أنه يصير فيه نوع من أنواع الرقابة. طبعا هو صعب كتير، ولكن يجب إيجاد آلية لضبط هذا الموضوع. مثل ما بنعرف على تأثير تواصل وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع بشكل عام وعلى فئة الشباب بشكل خاص، وخاص نص فئة الشباب الصغيرين بالعمر يعني اللي أول طلعتهم. الفيسبوك صراحة والإنستغرام يمكن أنا أكثر شيء من خلال متابعتي أشوف أنه صار هو الأكبر منصة لتقديم محتوى فارغ، لتقديم محتوى يمكن يشوه عقلية الشباب الناشئ، يخدم على جهات يعني لا ما بتفيد ابدا وبالعكس بتضر. يعني هذا الشيء بيأثر على بناء المجتمع بشكل عام. عم نشوف كثير من الاشخاص بحبوا مثلا يوصلوا للشهره، هو كمان هذا هوس او مرض يعني. فهذا الشاب او هاي البنت عم تستخدم الفيسبوك او الانستغرام خاصيه البث المباشر، او بتصير بتطلع بتحكي بتقدم محتوى فارغ، وهذا المحتوى عم بيلقى صدى. هاي المشكله يعني. طب عندي سؤالين لك محمد، قد ايه عمرك اول شيء؟ هذا اول سؤال. بالنسبة لعمري 29 سنة. 29 العمر كله. طيب شو أكتر شيء بتستخدمه بالفيسبوك والإنستغرام؟ يعني هنا التطبيقين موجودات عندك، فشو الهدف من استخدامهم أكتر شيء؟ طبعا بالنسبة إلي وأنا بما أني مقيم يعني بالداخل السوري، ومثل ما بتعرف أن الوضع كتير صعب، فبستخدم الفيسبوك لمتابعة الأخبار بالدرجة الأولى، ولمتابعة الوكالات الإعلامية والمحتويات اللي بتقدمها. نعم. بالنسبة للإنستغرام هي لمتابعة الأصدقاء، لأن الإنستغرام يعني طابعه هو طابع شخصي أكثر ما يكون طابع وسائل إعلام أو
أخبار. بدنا نبشركم يا محمد، الاثنين هلا رح يقلبوا فيسبوك فقط، ما رح يكون في شيء اسمه انستغرام. هلا على حسب ما صاحب فيسبوك أعلن من امبارحة يمكن مارك، ففيسبوك وواتساب وفيسبوك نفسها وانستغرام كلهم رح يكونوا واحدة أو تطبيق واحد. في معنى الأخصائية التربوية الدكتورة عبير حسن، إذا حابب توجه أي سؤال أو تقول أي شيء محمد. طبعا عندي سؤال، أنه يمكن هو أعتقد المسؤولية الأولى تقع على عاتق الأهل، فسؤالي للدكتورة أنه كيف الأهل لازم يوعوا الأبناء الناشئين من متابعة هاي المنشورات الغير هادفة والفارغة، وبنفس الوقت من منع الأبناء بشكل أو بآخر بطريقة توعوية أنه يقدموا هيك محتويات. ويمكن غالبا أنه في كتير أولاد بيقدموا هاي المحتويات الفارغة، ومثلا هدول الشباب الناشئين يا أما بعلم الأهل أو بغير علم الأهل، فإذا كان بعلم الأهل فهي عن جد مشكلة حقيقية. نعم. طيب أنا بدي أتشكرك محمد على مداخلتك، شكرا لك. شكرا دكتورة. السؤال طرحه محمد هو كيف الأهل ممكن يوعوا الأبناء الناشئين من متابعة هاي المنشورات، وكيف ممكن يمنعون من تقديم أو يكونوا جزء من يعني المستوى المتدني من المنشورات اللي عم يتم تقديمها. بصراحة أستاذ أغيد، سؤال السيد محمد هو مهم جدا، لأني يمكن أو مو يمكن، الأكيد 100% أنه الأكثر المسؤولية تقع في هذه الناحية على الأهل. بمعنى آخر أنه المفروض على الأم والأب أكثر شيء أنه يتابعوا دائما أو يكونوا على، خلينا نقول على كونتاكت مباشر مع هذه التواصلات اللي أو البرامج اللي عم يتابعوها أبنائهم، وعلى المواقع اللي بيتابعوها أبنائهم. يعني الأب والأم هن الأدرى بالصح وبالخطأ. يمكن الشباب بيكونوا مندفعين ومتحمسين، يمكن ما بيدركوا مدى خطورة هذه المواقع أو متابعة هذه المسائل هاي. فالأب والأم المفروض عليهم أن هن دائما يكونوا خطوة بخطوة مع الأبناء، ويوعون على هيدي المحتويات اللي مثل ما قال عنا السيد محمد أن المحتويات الفارغة بالفعل. غالبا بيكون الهدف منها فقط إظهار الشخصية، غالبا بيكون الهدف منها اكتساب الشهرة بشكل ما أو بطابع ما، فللأسف عم تنقل أفكار سلبية. المسؤولية الأولى تقع هنا على الأب والأم في متابعة الأبناء ومتابعة المواقع، ومحاولة قدر الإمكان تبيان الصح من الخطأ في هذا الموضوع. أنا رح أسألك عن الآلية الفعلية لضبط هاي الأمور، وأنا ما اسمحي لي أخذ اتصال هلأ. نقول ألو. ألو، مرحبا. يا أهلا وسهلا، نتعرف عليكي ومن وين عم تحاكينا؟ أنا اسمي حياة، عم بحاكيك من ريف إدلب الجنوبي. أهلا وسهلا حياة، حابي أشارك برأيي لو سمحت. ايه تفضلي. هلأ أنا كبنت يعني وقت بحتاج مثلا معلومة ما بروح بسأل حدا، هلأ أنا بروح بسأل جوجل فورا. هلأ أنا بحس المواقع هدول إنه كتير مفيدين للشباب، صح في شوية سلبيات للموضوع، ربما لعدم وعي من الأطفال أو المراهقين شوي. يعني هو كتير مفيد. يعني هلأ أنا مثلا بدي حياتك معلومة مثلا عن موسيقى، عن لغة عربية، نعم، فورا يعني انا بلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي. وكمان اذا بدنا نحكي هلا على الوضع الحالي، مثلا نحن في ثوره ونحن كثير بحاجه النت، لانه هو كثير ساعدنا لحتى نحن نوصل صوتنا للعالم. وبس هيك. طيب حياه قد ايه عمرك؟ عمري 25. 25 العمر كله. طيب أنت أكثر شيء يعني إذا بدنا نزيح جوجل شوي على طرف، لأنه هو محرك بحث بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، يوتيوب، أو حتى إنستغرام، الأكثر شيء بتستخدميهم هو مشان شو هدول؟ هلأ أنا بحب التصوير كتير، الإنستغرام كتير أنا بنشر صور أنا بصورها بإيدي وبنشرها. أنا بحب هذا كتير الموقع، وكمان الفيس، يعني الفيس هو كتير مفيد. أولاً يعني كشخص هو مثلاً بيعبر عن مشاعره، عن شيء هو محتاجه، ربما مثلاً يكون عم يدور على وظيفة يلاقيها عن طريق الفيس. في كتير مواقع تهتم في هذول الأمور، أو مثلاً اليوتيوب، يعني في كتير شغلات مفيدة. يعني حتى أحياناً في دكتور بيطلع بيشرح عن مرض، بيعطيك الوصفة إله عن طريق اليوتيوب. طيب حياة أنا بدي أشكرك، يعني إجمالاً في هدف من متابعتك لهي لوسائل التواصل الاجتماعي. شكراً لك، يعطيك العافية.
الله يعافيك. دكتورة، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه حاليا هو المشكلة بالمجتمع اللي عم بيتابع هدول الأشخاص ولا بالأشخاص اللي عم بيقدموا هذا المحتوى. يعني شخص نحن عم نقول أنه هو عم بيقدم محتوى سخيف، كلياتنا متفقين على هذا الموضوع، بس مليون مليونين شخص عم بيتابعوا، يعني طب هدول المليونين شخص هن سوريين، هن من المجتمع نفسه، طب ما المجتمع هو عم بيساهم بصنع هدول؟ صحيح، وأصبت 100%، لأني لما بيكون مجتمع عم يتابع مثل ما عم تحكي هذا الشخص ومدرك تماما لسخافة المحتوى اللي عم يقدمه ولخطورة الأفكار اللي عم يتم نشرها، فمطلوب من المجتمع بالفعل أن يكون عنده رقابة من نوع ما على هذا الموقع أو على هذا الشخص، والعمل دائما أو العمل بشكل أو بآخر على منع نشر هذه المواقع أو هذه خلينا نقولها أو هذا الشخص أو نشر أي مقاطع لهذا الشخص. كيف بيتم هذا الشيء؟ بيتم هذا الشيء خلينا نقول بشيء من التنسيق وبشيء من التعاون ما بين مجموعة من الأشخاص تأخذ على عاتقها العمل على هذا الأمر. صراحة يا أستاذ أغياد، هذا الأمر يحتاج إلى حملات، طبعا مو حملات كتير كبيرة، وإنما حملات توعية ربما تكون خلينا نقول تأخذ طابع النقاشات. نعم. والجلسات اللي خلينا نقول تعطي وقت منا للشباب، بحيث أنه تتوجه لهم بشكل مباشر. لما نتوجه للشباب صراحة الشباب هم من فئة يعني خلينا نقول طيبة جدا، ويعني ممكن أن تأخذ أي شيء بتشوفه أو بتواجهه أو بتقابله بيروح جيدة إذا تم التخاطب معه بطريقة صحيحة وطريقة إيجابية. لما بتقعد مع الشباب أستاذ أغيض وبتحاورهم بكل هدوء وبشيء من العقلانية، أكيد رح يتعاطوا مع الأمر بشيء من الإيجابية، وأكيد رح يكون في عندهم رد فعل جيدة جدا. فأكثر شيء ممكن يساعد على حل مثل هذه المسائل هو النقاش والحوار. أول شيء نقاش الأهل مع أبنائهم حيال هذه المواقع وحيال هذه المحتويات الفاسدة. وتاني شيء أيضا أنه كمان أيضا في المدرسة خلينا نقول التربويين على فكرة عليهم أيضا شيء من المسؤولية حيال هذا الأمر، لأن المدرسة هي خلينا نقول جزء من الحياة اليومية لهذه الفئة، فهذا بالتالي يقع عليها عاتق أنه تساعد على أيضا الإشارة حول هذه المواقع، التحذير من هذه المحتويات الفاسدة والتعامل معها. طبعا المعلم هو جزء لا يتجزأ من حياة الطالب، لذلك وله تأثير، للأمانة له تأثير. عندما يتوجه إلى الطالب بطريقة جيدة وإيجابية، فأعتقد أن هذا الموضوع ممكن أن يؤثر بشكل جيد جدا في التعاطي مع هذه المواقع. طيب دكتورة، رح نتابع معك، وأنا ما بدي أخذ اتصال آخر. نقول ألو. ألو. أيوة، مساء الخير، نتعرف عليك ومن وين عم تحاكينا؟ سامر من إدلب. أهلا وسهلا سامر. سامر قد إيه عمرك؟ 23. 23، أصغر متصل اليوم. سامر، بتستخدم مواقع تواصل اجتماعي أكيد؟ طبعا. شو هدفك من استخدام هاي المواقع؟ هلا في مواقع التواصل هي في بداية الاستخدام مع وجود شوية توجيه، طبعا صرت استثمر مواقع التواصل لتعلم اللغات، لتعزيز العلاقات، لتعزيز وتطوير النفسي. طبعا هلا بدك تخليني هلا وقف عن تعزيز العلاقات. شو المقصود بتعزيز العلاقات يا سامر؟ لأنه كلهم عم يستخدموا الموضوع بيقولوا يعني أدبيا تعزيز العلاقات، بس شو بتكون خلفية هذا الموضوع؟ هلا هي المواقع التواصل سلاح ذو حدين، بدون توجيه راح يجرح اكيد، مع التوجيه راح يكون استخدامه عقلاني. القصد في العلاقات اغلب الشباب بيفهمها علاقات عاطفيه او منها النواحي، بس هي العلاقات بتشمل ممكن تعرف على ناس من ثقافات مختلفه، ناس من بلدان مجاوره، ناس بالمدينه اللي انت فيها باختلاف، وانت تعرف على افكارهم. بس في مثل ما قلت لك سلاح ذو حدين. صحيح. طيب في معنى الأخصائية التربوية الدكتورة عبير حسين، إذا حابب توجه أي رسالة وأي شيء لها. الصراحة هي كنت عم أسمع أنا الكلام اللي عم تحكي، كلامها يعني كتير كتير منيح، بس في نقص بحملات التوعية بالنسبة للداخل، بالنسبة لأدلب. فالشباب هن بحاجة للتوعية، مو في كل أعمارهم، في بداية الاستخدام، لأنه الشاب بعد ما يبلش الاستخدام ويعتاد أو يأخذ نمط معين من استخدام مواقع التواصل صعب كتير يتغير، حتى لو أخذ
توعية وجلسات ونقاشات، وغالبا بيكون التأثير الأكبر للأهل، فعن بيكون في إهمال، فبيكون الشاب بعد 3 سنين من استخدام التواصل بالمواقع والمحتويات الفاسدة فصعب كثير يرجع. نعم فالمهم إنه يتركز على فئة الشباب اللي يعني 18 17 19، بشوف إنه فترة كانت كثير مهمة في حياتي، يعني لولا كان في توجيه يمكن ما كنت صرت هون. صحيح. طيب سامر، أنا بدي أتشكرك وتشكر اتصالك، شكرا لك. دكتورة، يعني بهي الحالة والله ما عرفت هلأ نحن لازم نصلح المجتمع ولا نصلح الشباب الحالي، شو رأيك؟ هلا الصراحة المجتمع ما فيك تصلحه، أو أصلا أنا لا أعتقد أن هناك عيوب كتير خطيرة في المجتمع، لربما الوضع الحالي في الداخل السوري، إذا نحكي عن الداخل السوري، الوضع الحالي كله مو طبيعي يا أستاذ غياث، فهيدي تحتاج إلى نقاش طويل بعيدا جدا عن موضوعنا. أما بالنسبة لموضوع اللي موضوعنا نحن اللي هو التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، سامر إجا على نقطة مهمة جدا، وهي انه بالفعل هناك نقص في حملات التعاطي مع هذا الامر ومحاوله علاجه، او محاوله خلينا نقول مراقبته على الاقل. واشار كمان سامر لنقطه مهمه جدا انا كنت بدي احكي عنها، تفضلي، وهي انه لما بيوصل المراهق لمرحله من العمر، يعني عفوا مو مراهق، يدخل بمرحله الشباب الحقيقيه من عمر 19 وما بعد، استاذ اغياد، لا يحتاج الى رقابه، لأنه بيكون تقريبا صار في عنده شيء من الثبات على شيء معين أو على مواقع معينة أو التعاطي مع اهتمامات معينة. الرقابة أو خلينا نقول حل هي المسألة بيبدأ مثل ما حكى سامر تقريبا من عمر بسيط، يعني بمعنى آخر من عمر 15 أو 14 اللي هي بداية عهد المراهقة إلى عمر 19 أو 20، لأن فيما بعد صدقني يعني بعمر 21، يعني قد ما أنت حاولت مع هذا الشاب مع هؤلاء الشباب بهي الفترة أنك تغير عقليتهم، فهذا الأمر صعب. ليش؟ لأن صار يقدر بنفسه هو يكون خلينا نقول عقلية خاصة فيه مستقلة تماما، يستطيع أن يقيم الأمور بوجهة نظره هو صح طبعا، يعني ما بوجهة نظر أحد، ولكن الفئة اللي ممكن نأثر عليها ونغير خلينا نقول أو نحيد شوي بعض الأفكار السلبية، فهو من عمر 15 إلى عمر 20. نعم. بهاي الفترة لما سامر قال أنه بهاي الفترة كان في رقابة، فهاي الفترة بالذات صحيح تحتاج إلى رقابة، أنه نحن نحاول نوجه دائما المراهقين إلى مواقع معينة، إلى التعامل معها بإيجابية بمستوى معين، كيفية التعامل مع المحتويات الفاسدة والمفسدة بنفس الوقت، لأن هي ما فقط بتكون فاسدة بمعنى أنه عم تنشر شيء فاسد، هي عم تفسد عم تنشر أفكار سلبية، والمراهق يعني بيوصل لمرحلة يعني أحيانا تصبح جزء من تفكيره من عقليته. نعم. طب يعني وهنا مكمن الخطورة. نعم. هلا في بعض الأهالي بيتبعوا وسيلة أنه هن يمنعوا الإنترنت من الطفل أو من المراهق، إذا بنقدر نقول بفترة من الفترات، كيف بتشوفي هي الطريقة تربويا ممكن تفيد؟ هي أنه إذا دخلت على مواقع كذا، أو ممكن يكون تطبيقات أنه هن ما يحملوها على الموبايل نهائيا أو على الآيباد نهائيا، كيف بيكون تأثير هذا الشيء على الطفل إجمالا دكتورة؟ للأسف منع مواقع الإنترنت بشكل نهائي أصبح ضرب من الخيال وضرب من المستحيل حتى، لأني أولا أصبحت جزء من حياتنا وهذا لا يمكن إنكاره نهائيا، أما قدرة التعامل معها بإيجابية هي تبقى مهمتنا، أما أنك تمنع الإنترنت نهائيا فهذا لا يمكن، لأني ابن ال3 سنوات وال4 سنوات صاير يعني ما بيقدر، إذا بدنا نحن نلهي أو أنه نقوم بعمل معين، الأم إذا بدها تقوم بعمل معين أو في عندها شيء بتلهي ابنها بالموبايل، فمنع الإنترنت مستحيل، وحتى منع تطبيقات بشكل نهائي تقريبا مستحيل، ولكن الغير مستحيل والمتاح والممكن، وانا اللي انا تقريبا يعني دائما يعني بشدد على هالمساله، هو التعامل مع هيدي المواقع بايجابيه. كيف بيكون؟ بيكون من خلال الحوار، لاني كل ممنوع مرغوب، لما بدك تمنع طفل او مراهق من موقع فصدقني راح يعني يحاول يحصل يتحين عليها. الفرصه تماما يتحين الفرصه ليرجع لها او ليحصل عليها. صحيح. فلذلك منعها مو حل المشكلة أبدا. صحيح. أما حل المشكلة فهو التعاطي معها بإيجابية، بالنقاش، بالحوار، بالتوعية، بالسلبيات وبالإيجابيات. على فكرة لما بتحاول طب هو لما الطفل بتحاور المراهق
نعم لما بتحاور المراهق بمستوى من الوعي يعني بيعتبر نفسه انه بالفعل انسان واعي وبياخذ بكلامك. نعم. اما انه اذا بدك تجي خلينا نقول بطريقه العنف وبطريقه المناع فنحن ما عم نحل المشكله وانما عم نأججها. طيب دكتور انا بدي اتشكرك على المعلومات المهمه اللي قدمتي لنا اياها لليوم. حلقتنا هيك بتكون وصلت للختام. الاخصائيه التربويه الدكتوره عبير حسين شكرا لك. اهلا وسهلا وتحياتي لكم. طبعا مستمعينا الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. كنتوا مع شباب سوريا البرنامج اللي بيطلع عليكم على هوا وطن اف ام. رافقكم بالاعداد وتنسيق سمية طه وانا اغير كنت معكم من وراء المايك. وايضا رافقنا مثل العاده مؤيد عبد الله بالاخراج. بنلقاكم بالحلقه الجايه. ضلوا بخير من هون لوقتها.